إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب كان بلوغ المرام 10 كيت تيلاتنات أي عاو مرين إن شاء الله حديث يوحن كجرني لح بقول تطوي سغاش قابتي سيسة التحاد أي عن حتى إن شاء الله تعالى عن مرين وحن سوشاقني حديث قيب برد وحن كسو هذا لني صلاة التراويح قيبتي لبعض وحن بلوني التهجد في رمضان وأه لمركو حتى عشر كان وحن قلينا التهجد في رمضان عشر كي قيبتي لبعض التهجد قبل استحاد حديثك إن شاء الله. مركا علماء ما يسكوا وافقين سلف كي إن لدقده تهجد ماي قال سفيان الثوري بحجي المركا على سلف كي أيام فيرنين وحن سؤال رقمي النبي صلى الله عليه وسلم يسون تهجد يسون تكون التراويح وتكون سماه باكو مركا سلف كحي لهذين قال سفيان الثوري قال انت بقول يا لبي لحظة كي هجريك التعقيب الصلاة لقدت ومريو التراويح ذا محدثون وبدع ترحب لك تكون سماه الصلاة لقدت ومريو التراويح ذا بدع دوي وبدع سيدو كالي قال إمام النووي إمام النووي لحبق ولحب تواتن كيبير انتي وحوم حوأها أسوبيي باببك كتابك صحيح مسلم وصلاح سمين مرك باببك إيه أصلاح سمين ناشان صحيح مرق باب الحسب على الاجتهاد في عشر أواخر إلا الدلاله طبعاً كتنبع كله هو مهاي مرق إمام نووي صلاة حسب على الدقانة كله هو مهاي ساعة داس محيي المرق حسب كاني حديث في صحيح مسلم كي يلي عائشة رضي الله عنها قال بحيتري كانوا حا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طبعاً كمرك سوكشر طبعاً كتنبع حسب بنجري أحيا الليلة حبك أسوأ نولين جري نولين ما أحمرت شاكة إيا تي في إيا وريد إيا ما أحا ونولين هي عبادة وآي قد أهله إهل كسوك عن جري والدوسين هي إهل كعبادة استن وجد وتدار جري النبي صلى الله عليه وسلم وشد المئزرة كنت قول نقصن جري والانتقال وإستاقوي المركز لا في شيطان اسكعيل قال عثيمين وحجري إن السنة وحا كميدة إن السنة سنة وحي التهي في التراويح مرك لقاهد هاي التراويح أن تكون إن أحد إحتى عشرة ركعة إن أحد وصو شغني وصو أرغن جدول كهري تذكر له سغال سيد حالات بين نقون إيسا حديث كودة يقول هذا لكويت ومين نقون إيسا حديث كودة وصو أرغن أمالين هاي أرنتاس وكويو توان سيد حلوات معها يصلي ودقنا هي عشرا توان شفعا لما الأيو دقنا هي لما الله في يصلي من كل ركعتين لما رعا كستوى ما تسلم سنة هي ويوتر بواحدة بحكم وترنا هي ميد مرك مرك بحي مارتي لما كي أيا مارتي حلقا حبا كسكوة لغيس وكويو توان ساسكو نخانيس وقال آدم وحيري ولا فرق حلقة سي ماشي مارتي أهمية أهمية وحلقة ولا فرق ما لها في هذا العدد كوي طبعاً كهذا الصوشي فرق ما لها بين أول شهر وآخره مش بلوك دي لما تجد فرق ما لها أنا فرق أيوة اللي سماه كوي طبعاً هرق
يقول تون تمان كاري رفضان تون كيسي تنب. وعلى هذا فيكون وحن غنى قيام العشر الأخيرة استاقتانك الاستاقة تون كتنب رمضان كالقيام حلميتها استاقتانك في أول شهر. لكن حقنا هاي تون كتنب فتر بضان تصمى صلاة زيادة تكون أمين مرك وتأسست المش تذكر إيش كخلتين يا وافد لب طبعاً كده ما كفت البدن تهاي لعادن كهريت لكن تكون أمين صلاة زيادة فإذا قلنا هتان راح ربي يرشق عثيمين إن الأفطار وحفد البدن حتى عشرة قويتم إلا تكذو في العشرين الأولى لعادن كهريت بيش هتان راهنو قلنا وحنا لين هاي حتىنا إن الأفطار وحفد البدن حتى عشرة إلا تكذو في العشرة الأخيرة أي فد ولا فرق فرق ما أهانا دليل ما هي إلا السيادية كوي تبانكي تبانك تم إرمضانك كوي تبانك إلا السيادية دليل ما هي مارك إن تبانك إلا لواتنك هاري يتبانك تم إسكميت أيهين وما حد دليل كيدي مارك لأن عائشة رضي الله عنها تقول وحلالها ما كان ما أصح النبي صلى الله عليه وسلم يزيد متك زيادة في رمضان ولا في غيره متك زيادة كويتوك ما أهاني لك زيادة سيد بدعي أبو جد مرك أركب عجهم علينا ولم تستثني كما إيسا السوعين كما رهيبين العشر أواخر هذا محايا لين توانك تنبه مرك توانك تنبه محايا لين ساورا لغمينا لكن تختص وحلو خاسيال هيا العشر أواخر هيا بالإدالة ديرين لديرين الو خاسيال هيا طوانك التنبيتو إلا ديرين سلاة الو خاسيال هيا دحبين كتسل قد تكنتي ريسة عشر على قد طوانك أستنبيتو دحبين كحسب قد تكنتي ريسة على قد حبين كأستنبيتو أنا واحد أقل إنه أحيرا نحل إذا هذا إن قرآن قل ختمه هل ختم آخري شو ختم كيس آخري نسخة آخري لو ختم آخري ختم يبر آخري هذا قوت هذا أي جرت هذا مساج وتحينا تدك تكون هاي قوت هذا تدك أذان وبدنيهين أستاهل كريم أن شو سوي كريم بروح إلى قرشة الرهبة لكن لا إذا أمرتي وهل ختم آخرين هنا ما هواهم تتولعتنات ما ختمه هنا هذه بدعة حتى بعد وحكم هذا إلا ترى يدعو على هبين كاس بعد وحكم هذا لا أوين يدعو على أنا قرآن قال أوين كلام الله ما أوين يدعو على أوين اسمك حلو بدل بجرب ماش إسكو خلتن لكن تختصر على وخاس يلاها يا العشر أواخره بالإدالة إلا ترى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحوها يقوم واشتاق فيها هبين كاس الليلة كله هبين كلهم بيشتاق هبين كلهم هاي ويشتاق هنا جري وعلى هذا فيطيل وديرين هاي مرك محمد ناصر الدين الألباني سؤال بالويدي في العشر أواخر باليري توقع تنبه يقسمون واحد قيب شان الصلاة واحد قيب شان صلاة صلاة القيام أول الليل وفي آخره أول ليلها وفي آخرها يقيب شان قال وصل الله سماها حتى له فأصبح هذا أرن كان روح نقضي نظام دائم نظام جوكته نقضي وإنت أصبح السنة كسر الصوب نهاية شو أبقى هم بيمرك بدعة وبدعة مرك
انت رابيحي تهجل تقول وابيد عو ساشا الوعلي مرك مرلمات يعني موحي نغانا يسمع عن هيدو يبقى الحال حال كحو أهانا هاي تبانك التنبي على ما هو عليه قبل العشر تبانك هرات سيدو حامي أهانا هاي وحلا قبدل مهي مياه قال نعم حول قبدل مهي هو هي لقى بدل حلا بدلها كلية وليرين ليرين هاي صلاتي وليرين هاي ليرين هاي صلاتي وقت صلاة التراويح مرك صلاة التراويح ذا كربان اللي تكذا قال الشيخ وحيد صالح الفوزان صالح بن الفوزان الفوزان أما صلاة التراويح فإنه سنة مؤكدة به وفعلها وحل تكونها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة مركز العشاء سنة العشاء مباشرة شو خلقه حكتك إنه يلاه العق أرورس خلقه رؤوس الشيء فهذا يقول محاسوبنا لعقوا عرورنا سواماها مباشرة قالوا تقول رحمة هذا هو كان هي الذي واكي عليه أهايين عمل المسلمين المسلمين عمل قدوة أها مسلمين تهرق سلفكي ساسي سمين جري أما تأخيرها إن التبنقه صلاة التراويح كما يقول السائل إلى وقت آخر لو تبنقه قل إله عاوي محن تكون هنا قبل الفجر محن تكون هنا إلا إله ذو فهذا خلاف حكيه ما كان عليه العمل عمل كي سلف أيك أخذ أن إخلافيس عمل سلف كهين أي خلافيس والفقهاء يذكرون وحي حسان أنها صلاة تفعل وحال سمينها بعد صلاة العشاء وراتبتها عشاء يراتبتك بعد أي الله لتكون هاي فلو أنهم أخروها تتبقوا أي أولي كان مرك لا نقول أن هذا محرم ما ليه كانوا يروا حاران ولكنه ها خلاف ما كان عليه العمل عمل كي سلف كوحي كنت تالينا هايين هي أخذت عن إخلافيس أنا قرب أنا قرب أحد لقرب إذا أخذعنا سلف كي أدنا قرب فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأكو تلوات من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وفهم بركة أريد خلاف أسكال علينا وحن تقول إن شاء الله تراويح لنا بعد العشاء العشاء اللي تقوله أولا سنشته أهل تقوله حتى توان كتما ترمضان تحينا حقا والدارين هاي حقا هاي والدارين هاي وهي تفعل صلاة أسوح على السماء أول كذا أول الليل أول الليل أيال كذا هذا هو عليه العمل أرجع عمل ساسوها تابع محوها سلفك القاعدة مرك قال حافظ القسطلان وحيري قال انت استغال بقول ست حلواتنك ولا يخفى مقر صومه أنا إدباق إن أنا إدباق الناس تذكرنا وحتى إن تبقان على أمر ما أمر إن يكون دجان أو تبقان لتقادم العهد عليه أمر كاسو مر خلق صوبلو يبتع صوبلاوتي إن يكون دجان يا مقرصون أهل الناس لا يعني معنى هذا معها أن إدباقهم كده جدان كده جان أهل كاسو متلن صوصعتي هذا دليل شرعي نتاعه وقال الله سنة أيها سوى سعد إن لن تكون تهجد سوى ما أرد الملك الشرعي كأن نجم ميس أوهي بها تكون جري وهيبل بها تكون جري وهيبل بها تكون جري إن أدرى هذا أرد الشرعي كأن نجم ميس هل قصة مشروع الجيب بالعالم نيو قال له فستيه مولد نبي قيسى وحادري شم بغلا سنة فستيهنا ناتر ما أنت مياب جوجينينا شم بغلا سنة فستيهنا يسي دليل كأن نجم ميس الشرعي أرد إن بران تهي لا، برأي حالة إنسك إلى اليوم شيء وحال فيرن هاي
القرآن والسنة وعمل الصحابة عيال فيرنها. ابن قيم وحيري مر علم كهد لهي العلم قال الله قال رسوله قالت الصحابة علم وحلق اسمك علم كذا وانت تابعين محل غير مرك اذا عام بالتابعين هيك انه سلفه هيك مرك كنت انا تابعين تابعين ها انا كنت انا اكو حمارتك بعدي بلوداي او لو دري او لا اساسي نقول لهم هاي المرنبه مره لو قلنا اي مهاين ها يا شرع نقول لهم هاي تلي شرع يا انتاسي نقول اي ميس الاعتكاف الاعتكاف في العشر الأواخر توانك تنبه الاعتكاف مرك اعتكاف رانا أقانو يا وام حي كرنا الاعتكاف هاي هل قال لكم اعتكاف هاي انت سنة أقانو هاي الحمد إن شاء الله عشر كيف تنبه سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يمدين.